انا دكتور وديع رمسيس يا استاذ لطيف، تتذكره؟ طيب هنقول لحضرتك دكتور وديع رمسيس، برحب بحضرتك معانا. وديع رمسيس كان من اللي خطف في العريش وظل. نعم دكتور وديع، برحب بحضرتك معانا. اهلا بيكم، مساء الخير. مساء النور على حضرتك، وطمنا على صحة حضرتك وكل الأمور يا ترى ماشية كويس؟ الحمد لله كله كويس نشكر الحمد ربنا. تعرضت حضرتك لتجربة مريرة، وبنعتبرها أيضا من الأمور أنه طبعا تم خطف حضرتك وطلب فدية بمبلغ كبير من المال، ولم يراعوا حتى تاريخ حضرتك في مساعدات كل من يعني كان حولك. ف يعني وبعديها ابتدينا نسمع برضو انه في ضغوط علشان يتم تهجير الاقباط من العريش، فما هي الاوضاع الان؟ هو الحقيقة قبل ما نتكلم عن الأوضاع الآن، يعني أنا الحقيقة بسمع الحلقة من بدايتها، وبس في مرتبط بكل عند بعض التوضيحات كده أحب أقول رأيي طبعا فيها. المشكلة كلها مشكلة ثقافة أفراد، ثقافة مجتمع. أنا دايما بقول إن اللي تعرضت له في الخطف والاعتداء اللي حصل ده أقل بكثير من اللي تعرض أكبر مسؤولين في الدولة من ظلم ومن أكتر من التهجير بكتير، وده اللي بيحصل لغاية النهاردة، وده سبب الكارثة اللي مصر فيها لغاية دلوقتي. ثقافة مجتمع، ثقافة أفراد. صحيح. اللي بيقول إحنا كلنا مصريين ده شعارات، لكن أي واحد في الواقع مواطن درجة أولى وفي مواطن درجة تانية. أنا من وأنا طالب لا يمكن أحلم مهما أكون من أوائل الجمهورية في الثانوية العامة ومن متفوقين وفي شغلي متفوق وأحسن بكتير من ناس كتير، إن ممكن آخد أي بوست في جامعة أو آخد أي حق فقط لكوني مسيحي. أنا عملت أول مستشفى بتعالج كل الناس ببلاش قبل بفلوس، وكلهم من مسلمين وغير مسلمين، ولم أشكر بل حوربت من الدولة. لما عملت أول مدرسة لغات في شمال سيناء كلها حوربت من الدولة. نعم كده مش عايزين نواجه الواقع بتاعنا، الواقع إن في ثقافة اجتماعية خاطئة، الواقع إن اسمها قانون أو قضاء حر أو نزيه، لأن حتى القضاء في النهاية هو قاضي قاعد على المنصة، القاضي ده يا إما متعصب يا إما إنسان معتدل. المعتدل ده لا يتجاوز نسبة بسيطة، مش عايز أقول أرقام. نعم لكن الغالبية عنده فكر متطرف، فكر مختلف. أما الشرطة فدي كارثة أخرى. اللي كان بيتكلم اللي هو خبير أمني، اللواء محمود منصور. اللواء محمود، الحقيقة أنا كل كلامه ليا تعقيب عليه، نعم لأن أشتكي مدير. ده أنا سبب خطفي إن اتهمت اتنين من اللواءات اللي موجودين أو كانوا مضاهم لواءات بعد كده اللي موجودين في مديرية الأمن، اتهمتهم إن عندها تعصب وعندها تطرف أكتر من الإرهابيين. والكلام ده لمدير الأمن شخصيا اللي هو سميح. يعني قبل ما فيه يتم خطف حضرتك كنت بتتهمهم وبعد كده تم الخطف؟ كتابة، ودخلت لمدير الأمن لأن أنا اللي بعالجهم وأنا عارفهم واحد واحد، وقلت له فلان وفلان دول بيقصروا في عملهم ودول لهم أفكار، دول لازم يتراجعوا. ايه اللي تم ولا حاجه؟ كان وقتها ايه المشكلة اللي حضرتك يعني توجهت وعملت محضر واتهمت فيه عناصر من الأمن وبعدها تم خطفك؟ كان اتهام حضرتك ليهم على ايه؟ كانت كان ايه الواقع؟ بسبب في واحد اسمه شنودة اتخطف قبلية. نعم وكان في وسائل عديدة، يعني ممكن الشرطة تقوم بدور ولم تقم بدورها. ولما بلغنا الكلام ده محدش اهتم، ولما انا كنت بكلم المسؤول في الوقت ده في الامن عميد بتاع المباحث اقول له في مكالمات جت وحصل كذا وكذا، حتى طريقه ردوده انه مش قابل كلام، احنا شايفين شغلنا ومحدش دعوه، اسلوب مش عايز اوصفه باي يعني كلمات. حضرتك كنت احنا في مأساة يعني كبرى كمصر ومصريين. الاقباط، وبعدين الضيف حضرتك اللي بيقول استاذ كلنا لطيف، مصريين، مصري قبطي مسلم ومسيحي قبطي، دي شعارات. بس ما ما هو هو مش عايزين نقعد عايز نهرب، يعني مش عايز عايزين نقعد حضرتك نقول بتقول فكر كلمات ما لهاش معنى في دكتور حياتنا. وديع. احنا يا مسيحي يا مسلم، في مواطن مسلم درجة أولى وفي مواطن مسيحي درجة ثانية.
في مسلمين حلوين ما هو طبعا بيعتبر انه جدا، الثقافة دي لكن والفكر لحضرتك، يعني زي ما بدأت وقلت ان ده ثقافة مجتمع وثقافة افراد، انه هو نتيجة للغزو العربي، يعني ده اللي بيقصده استاذ يا لطيف دكتور يعني. ودي، وممكن الثقافة، يعني يكمل مع الثقافة حضرتك. جزء من الهوية، الثقافة جزء من الهوية، فلما يبقى ثقافته كده يبقى هويته ايه؟ عربية. المصري، انت عشت مع مصريين، المصري وكانوا جيران، وجيران حلوين جدا جدا، لكن ظهر هذا الموضوع مع موضوع الهوية العربية والثقافة الدموية يعني والغزو العربي. اتفضل. الوجهتين النظر صح دكتور وديع، خليك معانا معلش، انا عايزه اكمل كلام مع حضرتك، لان برضو حضرتك بتتطرق للامر من وجهه النظر انه الامن ايضا والشرطه والتعامل. يعني انا اتفاجئت دلوقتي على فكره، ما كنتش اعرف ان حضرتك كنت قدمت بلاغ ضد، يعني ضد بعض عناصر الامن وبعدها تم خطفك. فانا عايزه استكمل مع حضرتك، لكن احنا معانا على الهاتف ايضا احد متضرري التهجير، واعتقد انه لم يعود بلده بعد. برحب بحضرتك معانا. ألو، اهلا بيك. أهلا بحضرتك. طيب حضرتك ما زلت يعني تم تهجيرك من قريتك او من بلدك؟ حضرتك احنا ساكنين في امبابة نعم، في شارع الوحدة. شارع تمام. الوحدة. في امبابة جه ضابط المباحث بالأمناء اللي هم جنب البيت، في 3 أمناء شرطة. تمام. جم بضابط المباحث قال لك في جريمة قتل حصلت. فطبعا في ايه، مع مين، طب ايه اللي حصل؟ ما فهموناش أي حاجة. قال لنا سيبوا البيت وامشوا. تمام. لحظة، هيجي يولعوا فيه. يعني جريمة بعد ما القتل انتوا مشينا مالكوش دعوة بيها، ولكن جالك الناس احنا من الأمن قال لك لازم تمشي وإلا هيولعوا فيكم. هيولعوا فيكم في البيت. اشمعنى انتوا؟ طب انتوا سألتوا تمام. ليه احنا يعني؟ سألنا، بصي ما ادوناش عقاد نافع، وبعدين خدوا والدتي وخدوا حريم وخدوا عروسه بنت اخويا، بهدلوهم في القسم وولعوهم وكهرباء. وبصي قعدوا يمكن 18 يوم، لولا الاستاذه سناء الاسيوطي يعني تدخلت وبقت تجيب لهم اكل ورضع للاطفال اللي كانوا موجودين، والعروسه ضابط المباحث يقول لها انت دخلتك بكره نبه امين مش عارف اسمه محمد ايه كده، قال له خش على دي عشان فرحها بكره. يا ساتر يا ساتر يا يا رب. ساتر يا رب. بقت طب في مجزره في الاسم علينا. طب ليه يعني؟ معلش قول لي برضه، ده من الباب للطاق كده جولكم انتوا؟ لازم يعني اكيد في حاجه، في خلفيات قبل كده حصل منكم حاجه هقول لحضرتك. يعني؟ لا لا لا، فهمني. ما حصلش مننا. امال ايه؟ طيب اشمعنى انتوا اللي استهدفتوا بهذا الشكل؟ احنا كان عندنا كلب فوق السطح، اخو الامناء نط على السطح بتاعنا خده. تمام. سالنا قال لك الكلب مش عندنا. رجعت عملوا مشكله بسبب الكلب ده، الناس اتدخلت وقال لك يا جماعه انتوا هتموتوا بعض عشان كلب. احنا سيبنا من حقنا وسيبنا ثمن الكلب وسيبنا الكلب وعديناها. ليه وليه ان احنا نطلعهم حراميه في المنطقه؟ يعني دي عقاب بسبب علشان انتوا اتهمتوا اخوات امناء شرطه بان هم ما اللي خطفوا الكلب من على السطح، فازاي بقى تعملوا كده؟ ايوه. خدوا بقى ازاي احنا نعمل نصيبكم. كده؟ بيتنا يتاخد 7 ادوار ب3 محلات مليانين فلوس وذهب مراتي واخواتي، والعقار كله اتنفض. يعني وانتوا دلوقتي سبتوا المنطقه خلاص، ما بقيتوش في امبابه، رقلتوا في حته تانية. ظبط المباحث بيقول لك ده ما يخشوش امبابه تاني. ده ضابط المباحث نفسه بقى هنا اللي اقر هو اللي اقام المحكمه العرفيه بقى. حضرتك انا معايا تسجيلات بفلوس، يعني بيفاوضوا معانا على البيت، هتبيعوا البيت. في ناس الامناء دول قالوا لي هياخدوا 50,000 وفي 100,000 جنيه، فبقول له دي بتاعت ايه؟ قال لي حطها تحت اي بند. يعني انتوا المشكلة، انا كنت لسه هقول لحضرتك ازاي طلعتوا من السجون وازاي انتهت المشكلة، انتهت بدفع فلوس؟
ما دخلناش بيتنا اصلا ولا نعرف عنه حاجه دلوقتي. لا انا بقول لك انتوا خرجتوا من مش كان في مسجونين انتوا خدوكوا وسجنوكوا والسيدات اللي انت بتقول قال ده ادخلوا عليها وهذا هذه المعاملات الوحشيه ازاي خلصتوا منها؟ الاستاذه سماء الاسيوطي تدخلت وعملت يعني دعوه للنيابه راحوا مطلعيننا. نعم. فمن ساعتها طبعا احنا ما نعرفش حاجه عن بيتنا. وكانوا بيفاوضوكوا على انكم تدفعوا فلوس عشان البيت وانتوا رفضتوا ولكن البيت اتاخد برضه. مظبوط؟ البيت اللي قاعدين فيه دلوقتي ثلاث امناء شرطه فاتحين البيتين على بعض. ايوه وما دفعولكوش اي حاجه. لا ما دفعناش احنا ما عندناش فلوس اصلا. مش انتوا اللي تدفعوا هو ساعتها كان يعني عايز يديكوا فلوس ولا انتوا اللي تدفعوا فلوس؟ عاوزين يبيعوا البيت اول ما يبيعوا البيت ياخدوا من الفلوس بتاعه البيت 150,000 عشان يدخلوا الزبون اللي جاي يشتري البيت بدلنا. طب ما رحتش القضاء؟ ما رحتش القضاء؟ احنا بصي التهديدات بتجيلنا لو رحنا الاسم يعني بهدلك. لا لو رحت يعني انت مش قادر ترفع عليهم قضيه؟ انا عايز كده، عايز اسمع، عايز اسمع. لحد دلوقتي احنا مش عارفين نعمل معاهم حاجه. رحت عملت قضيه؟ واختي رفعت قضيه؟ لا ايوه اختي عملت قضيه في النيابه ووكيل النيابه قال لها ايوه انت مش قد المواضيع دي فتنازلي، وتنازلت فعلا والمحضر اختفى اللي احنا كنا عاملينه. ده اللي عايز اوصل اليه. هاتي المحكمة، هاتي طيب. القضاء وفي نفس الوقت برضو العناصر الشرطة اللي هم المفروض يحموا زي ما دكتور وديع برضو منظومة طيب. واحدة احنا دلوقتي لازم نساعدك، يعني لازم الموضوع ده يتم فيه شيء، يعني فقول لي ممكن نساعدك ازاي؟ يا ريت احنا معلش يعني تقفوا جنبينا، احنا ملناش حد. لا ربنا اكبر من كل فوق العالي عالي، ولكن طيب انا أقوى. انا يعني هنتواصل مع حضرتك ولازم نشوف اذا كان في محامين متطوع، لازم نحل الامر ده وتعودوا لمنزلكم. يعني دلوقتي ده اللي هو حاميها حراميها، انا اسفه اني اقول كده بس ده اللي حصل، موقفكم ده كده. يا ريت والله، يا ريت والله، عشان احنا وزير الداخليه والكل امر بانه اي حد هنا، دي مخالفات لعناصر لافراد، احنا بنقول برضو كل عناصر الشرطه وافراد الامن والشرطه على عيننا من فوق، بدايه من وزير الداخليه لغايه اصغر امين شرطه، ولكن الامناء بالفعل اللي هم بيؤدوا دورهم ووظيفتهم بكل امانه وبيضحوا من اجل الوطن، والشهداء الكثيرين اللي دفعتهم الدوله دول كل دول او اللي يعني اللي احنا زي ما بنقول من مصر كل دول، لكن لما بيكون في حد مخالف هنا لازم نقف. وبرده كان بشهاده ايضا وزير الداخليه قال لك انه اي حد بيخالف يجب ان يعاقب، وان دي يعني ودي برده امور يعني اختلافات او يعني مشاكل شخصيه او اشخاص معينين، نجب انه اي حد بيخالف بيحاسب، وبالتالي احنا هنكون معاك ان شاء الله في هذا الامر. دكتور وديع، واضح انه حضرتك روايه حضرتك او القصه انه من الشرطه ومن الامن اي حد بيقول عليهم حاجه أو بيتهمهم بتقصير أو بأي شيء يعني بيكون له عقاب، بيعاقبوه زي ما حصل في الموقف بتاع الأخ اللي من إمبابة وموقف حضرتك كمان، فيعني ده جاء بيؤكد كلام حضرتك. هو الفكرة مش الموقف ده أو ده بس، لأن دي مواقف يمكن تكون بسيطة بالنسبة للواقع، الخلاصة إن مش حتى رجال شرطة بس، الخلاصة بكلمة ثقافة مجتمع. إن للأسف مجتمعنا بقى فيه ثقافة علوية، معظم مش كل معظم الإخوة المسلمين بينظر للآخر إن هو دون العلوية دي اللي هو الأعلى مش نعم الأعلى طبعا طبعا وبالتالي إذا كان بقى كمان بالأولى ضابط أو قاضي أو وكيل نيابة من حقه يفعل ما يشاء، لأن دي ثقافته، هي فكرة كده اتربى على كده، اتربى على تعصب، اتربى على فكر مختلف، اتربى على قبول الاخر، دي شكلا الكل بدون استثناء، الكل بدون استثناء، حتى لو سالت الدكتور محمد مرسي قال لي ليه اصحاب مسيحيين وجيران مسيحيين وبناكل ونشرب مع بعض والقصص. مين تقصد؟ مين دكتور محمد مرسي؟ مين اللي هو في غيره؟ انا بضربه بيه مثل مرسي اللي بيتحاكم يعني. الرئيس
اللي كان يعني اي ما يعني يعود لا انا ايامه. بقول يعني طب انا ده عاوز اقول ان اي واحد حتى المتطرف بشده وحتى الاخواني بشده وحتى وحتى يعني وحتى واخده في هذا النموذج. بيستشهد بكلمات رنانه هي كانت حقائق في يوم من الايام، لكن دلوقتي لكنها اصبحت لم مجرد تعد. شعارات جوفه من المعنى. فحكايه ان مسيحي ومسلم مع بعض دي الحقيقه انها مشكله كبيره في مصر. احنا المسيحيين بنحب كل الناس من قلبنا وما بنفرقش وبنتسامح، لكن هم بقى في مشكله معينه عندهم ان هم بيتعاملوا معانا ان احنا مواطن من الدرجه الثانيه. فيهم ناس محترمين جدا وفي كتاب وفي اذاعات رائعه وهم بينتقدوا اخطاء عديده، لكن كل ده لسه ما تجاوزش نسبه 1% صح، بس عندنا 99% غلط. عندنا مشاكل مع قضاه ومشاكل مع محافظين، ده في محافظين متطرفين اكثر من المتطرفين فعليين. ده صحيح وهو صح ده صحيح صحيح وده وعلى اكبر المسؤوليه، وانا اعرفهم بالاسماء. وفي نفس الوقت في محافظين في منتهى الروعه، ولا يمكن يكون انسان في هذه القمه من الجمال والاخلاق والعداله. وده بقى اللي اذكر واحد منهم زي اللواء مراد موافي، قد ايه انسان حقاني وانسان امين وانسان خدوم وانسان مخه كبير. لكن لانه يا دكتور قبطي مسلم مش عربي. نعم لانه نعم. هذا الانسان المحترم قبطي مسلم، جيناته قبطيه قبطيه يعني هو مصرية كل الفكره يعني. مش استاذ عربي. لطيف عايز يقول لك انه يعني هنترك هذه الكلمات. انا بكلم النقط على الحروف. ده رجل مسلم، لكن رجل مسلم معتدل حقاني. نعم. محب نعم. للناس. نعم. محب للدوله، محب للبلد. طيب. فانا يعني في الظروف دي الحقيقه احنا تعبانين جدا جدا جدا، وانا حاسس بقد ايه الاقباط فمصر تعبانين في كل المجالات على مستوى الشارع. سيبك من المحافظين والرؤساء والضباط ده حتى في مستوى الشارع. طيب. ده انا مش عايز اقول لحضرتك ان ما لو واحد بس يعني مريض دخل عايز اكتب له اجازه وما كتبتهالوش الدكتور مسيحي مادي وما الدكتور مسيحي. تمام. انت هو لسه حضرتك ما زلت موجود في العريش يا دكتور ولا تركتها؟ لا ولا دخلتها من يوم ما طلعت. يعني انت طلعت من العريش بعد هذه الواقعه ولم تدخلها. طب وصحيح ان لسه ما زال هناك ايضا تهجير للاقباط باعداد كبيره حدث في الفتره الماضيه؟ لا هو ما فيش كلمه تهجير للاقباط، لكن في هجره الاقباط بسبب عدم وجود امن. تمام صحيح. وبعدين العريش عشان ما نظلمش بقى في الجزئيه دي، لا العريش منطقه صعبه وفيها مشاكل متعدده، يعني ما فيش فرصة دلوقتي نقول فيها مشاكل الأقباط خالص، لأن مشاكلها بدون الأقباط. وعشان كده أنا بختلف مع كل مسؤول يقول ما بيحصل مشاكل بين مسلم ومسلم، فمش كل حاجة نقول مسيح ومسلم. لا يا حبيبي بلاش الأسطوانة دي من فضلك، لأن اللي بيحصل مشاكل بين مسلم ومسلم زي ما بين مسيحي ومسيحي، زي ما بين أي إنسان وإنسان، دي قضية لوحدها. لكن لما يحصل مشكلة معايا بس لكوني مسيحي يبقى ده اضطهاد. ولما نقول أصل حرب أو اعتداء طرفين، لا لا لا، عمرها ما كانت حرب ولا دينية ولا على الهوية ولا كل الشعارات والكلام اللي بيتقال ده، بل هو اعتداء. في فرق بين حرب يبقى فيها طرفين، لكن ده اعتداء طرف على طرف. احنا طول عمرنا معتدى علينا زي ما قال دكتور رفعت السعيد يمكن في اول المكالمه يا دكتور وديع. بالظبط هو كلام الدكتور. نعم. رفعت ده رائع. نعم. وهو نعم. قال النقط على الحروف صح. طبعا. لكن الكلمات الرنانه دي يعني الحقيقه عايزين نراجعها تاني، لان العلاج مش هيبدا الا بالتشخيص الصح وبالاعتراف بالحقائق بالكوارث والامراض الحقيقيه اللي موجوده. احنا عندنا مشكله اجتماعيه ثقافيه خلت المسيحيين فعلا مواطنين من الدرجه الثانيه، خلتهم ممنوعين من حاجات كتير وبيتعاملوا معامله ده اللي احنا بنامل دكتور وديع. يعني احنا بنامل في ظل يعني زي ما بنقول يعني عهد الرئيس السيسي الجديد بعد القضاء على الاخوان، وان يتم القضاء على كل هذه الافكار ويعود المواطن المسيحي مره اخرى مواطن له كل الحقوق وعليه كل الواجبات. بشكرك يا دكتور وديع ونشكر ربنا اطمنا على حضرتك ايضا.